قلبي ضالي لله شلا وايش ببالي كون نبيت قلبي ضالي لله شلا وايش ببالي كون نبيت تالي من الرقصات فعلا اللي تختص بها محافظة لحج المركح هذه كمان المركح. ليش مركح؟ لانه ايقاعه بطيء او كذا ايقاعه بطيء يتركحوا الحريم فقط يعني بالمشية يعني بالرقصة رقصتهم يعني
مركع يعني ثقيله مثقله على خطوات ايوه خطوات محسوبه يعني. طيب وليش مغطيين وجوههم؟ هذه عاده قديمه منذ الازل يعني في محافظه لحج. لانها رقصه بديعه حقيقه، رقصه رائعه. شمس اهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. يعني